يقوم في النيل، بس ربنا عايز ياخده شهيد. السوشيال ميديا والوسط الفني أصابهم حالة من الحزن بعد وفاة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي عن عمر يناهز 35 سنة. تعالوا مع بعض نسترجع مين من الفنانين حصل معاهم نفس الموضوع وفقدوا أبنائهم في سن مبكر. كل ده هنعرفه مع بعض على موقع بصراحة. جورج وسوف. وفاة وديع ابن الفنان جورج وسوف سببت حالة حزن كبيرة في الوسط الفني، خاصة أن علاقة الفنان جورج بابنه كانت قوية جدا. وديع توفى بعد إجراء عملية تحويل مسار المعدة بعد ما عدى كم يوم على العملية. تفاجأت أسرة وديع أن جاله نزيف في المعدة، وبعد نقله المستشفى حصل له أزمة قلبية ومات جوه العناية المركزة. الفنان جورج وسوف نعى ابنه وعمل له أغنية نص عمري، واللي حققت نجاح كبير على مواقع السوشيال ميديا. الفنان هاني شاكر فقد بنته دينا، وده حصل بعد صراع طويل مع مرض السرطان استمر لمدة سنة ونص. اكتشفوا إصابتها بعد ما خلف التوأم ملك وملكة وحاولوا يسيطروا على المرض. الفنان هاني شاكر كان بيبذل كل جهوده رغم أنه سفرها برا مصر وراحت أمريكا وفرنسا، لكن القدر قال كلمته، حالتها الصحية تدهورت لحد ما توفت. معلومة كتير مننا ما يعرفهاش، وهو أن الفنان حسن حسني اللي بيضحكنا معاه في كل أعماله بنته فاطمة راحت بعد رحلة كفاح مع سرطان الغدد. حاول وقتها الفنان يسفرها ويتواصل مع فرق طبية عالمية، لكنه ما قدرش يمنع قضاء ربنا وتوفت فاطمة. ليلى غفران. وفاة هبة بنت الفنانة ليلى غفران عمل ضجة كبيرة في الوسط الفني والسوشيال ميديا، خاصة ان الموضوع كان حادثة وهزت الرأي العام كله. الاجهزة الامنية عثرت على جثتها في شقة في الشيخ زايد. الموضوع كان فجعة قاسية على الفنانة، خاصة ان هبة ماتت وهي عندها 23 سنة. ليلى غفران كمان عملت أغنية مخصوص لفراق هبة، وكانت من أبرز كلماتها الجرح من نصيبي. فقدت الفنانة المغربية ليلى غفران ابنتها هبة، واللي عثرت الجهات الأمنية المصرية على جثتها داخل إحدى الشقق بمدينة الشيخ زايد. كانت هبة وقتها بتبلغ من العمر 23 سنة. ليلى غفران تأثرت بالوقعة وجالها جلطة في المخ نتيجة حزنها على بنتها وعلى طريقة موتها. طبعا عمرنا ما هننسى اللي حصل مع الفنانة شريفة فاضل أم البطل، واللي عملت أغنية أم البطل واللي بنسمعها في كل احتفالية تخص الشهداء، وده بعد استشهاد ابنها بدير في حرب أكتوبر 1973، وده خلال مشاركته كطيار. الفنانة رجاء حسين وزوجها الفنان سيف عبد الرحمن فقدوا ابنهم كريم وهو عمره 43 سنة، وده بعد ما تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية وهو بيسوء عربيته وتوفى على طول. كمان الفنانة مديحة حمدي فقدت نجلها بعد سقوطه وارتطام رأسه بالأرض، وده تسبب في تكوين مياه على المخ، علشان كده توفى في الحال.